نورا طالبة جامعية في الأدب الإنجليزي، تجمعها صداقة في نفس التخصص مع أشواق ورفقة، الثلاثة جمعتهم الصدفة في حب هواية في نفس المجال وأصبحت لهم تجربة أيضا. راح نتكلم معاهم عن هذا الميول ونشوف كيف بيشوفوا المستقبل وتأثير الهواية على مسار حياتهم. منورين اليوم في استوديو ساعة شباب بالدكتورة مايسة صبيحي فنانة مسرحية، وأكيد نورة يونس طالبة فن ومسرح، أشواق الشريف طالبة فن ومسرح، وأيضا رفقة الهليس طالبة فن ومسرح، وثلاثة أصدقاء هذولي. منورين ساعة شباب. بداية يمكن راح أسألكم، خلي في البداية أعرف شخصياتكم أكثر، ميولكم، شغفكم، تخصصكم، فأبدأ معك نورة. أهلا، أول شيء تشرفت أكون في برنامجكم وأكون يعني لي جزء في العرض اللي سويناه اللي حنذكره. مبدئيا أنا متخصصة في اللغة الإنجليزية من قسم اللغات الأوروبية في جامعة الملك عبد العزيز. طبعا المسرح هو جزء من تخصصنا، بغض النظر إن هو باللغة الإنجليزية، طبعا نحن برضو عندنا حب للغة العربية كذلك بطبيعتنا. أيضا في ميول فنية، الكتابة، كثير مننا عندنا هذا الشيء، فن الكتابة والإلقاء والمسرح زي ما ذكرنا. جميلة. أشواق، أول شيء أحب أبدأ شكرا ليك لاستضافتنا عندك هنا اليوم. أنا زي ما قالت نورة طالبة أدب إنجليزي في قسم اللغات الأوروبية في جامعة الملك عبد العزيز. بدأ حبي للمسرح من أول ما أخذنا مادة المسرح مع دكتورة مائسة، فميولي توجهت للتمثيل شوية وللإخراج أكثر، لأنه دحين بدينا نخرج أول عمل لينا إخراج دكتورة مائسة، بس إحنا تعلمنا تحت يدينها الإخراج وخذنا دورات أنا ورفقة كمان في الإخراج المسرحي، فحبيت الإخراج المسرحي لأنه يختلف عن الإخراج السيمينائي أو حاجة بالنسبة لتخصصنا وقرينا عنه أشياء كثير، فلقيت شغفي فيه أكثر. حلو. ورفقة؟ أنا زيهم برضو طالبة أدب إنجليزي. بدايتي كانت مع دكتورة مائسة. الدكتورة مائسة أعطتنا الكورس بطريقة مختلفة، خلتنا نكتشف أشياء يعني في شخصياتنا، نكتشف أشياء نحبها ما كنا نعرفها من قبل. بعدها أخذت دورة مع أشواق في الإخراج، وكانت معانا برضو الدكتورة مائسة. طبعاً الدكتورة مائسة دائماً موجودة، دائماً تدعمنا. أكيد، يعطيها ألف عافية. الله يعافيك يا رب. جميل. طيب نورة، يعني كان عند كلكم ما شاء الله تبارك الله عندكم ميول فنية، ولكن وين يعني التجربة الأولى اللي شدتكم للمسرح؟ زي ما قلت لك قبل كده، نحن عندنا أصلاً أوريدي مادة موجودة اسمها المسرحية اللي هو دراما في تخصصنا، أخذناها تقريباً ثاني سنة تخصص. أيوه. كانت مع الدكتورة مائسة الفضل، طبعاً يعود إليها أول تجربة كانت لينا في المسرح، كانت جداً صعبة. ما كان عندنا شجاعة أدبية، ما كان عندنا الخبرة الكافية، كانت أول مرة. وبعد أول تجربة بعد ما خلصنا المادة الحمد لله، يعني حبيت أنكم تستمروا. أيوه. في هذا المجال. طيب بعرف شعوركم كذا بعد التجربة الأولى، أشواق لكم على خشبة المسرح، فإيش كان إحساسكم؟ أول تجربة كانت برضو مع الدكتورة مائسة، كانت والله الفضل كله يعود لها لأنها سحبتنا الحب المسرح. نحن أول ما بدأنا في التخصص ما نعرف إيش هو أدب المسرح على أصوله، فكانت أول تجربة معاها، لأن هي قبل ما نبدأ على المسرح علمتنا كمان أساسيات الإخراج وكيف ندخل في الشخصية من قبل ما نبدأ نطلع على المسرح. بس أول ما طلعنا على المسرح كيف على طول تقمصنا في الشخصيات، حسينا كأننا في عالم معزول. أول مرة أحس بالشعور الفن زي ما حسيت في التجربة، وكانت من أحلى التجارب. من وقتها حبيت أنه أكمل وأكمل. مهم أضيف أكيد، بس أنه هم اللي كتبوا النص في أول تجربة، فهذا شيء مرة مهم. يعني ما شاء الله، يعني طلعوا بكتابتهم ومواضيع هم اختاروها من مجتمعنا. جميل. يعني نسيوا هذه النقطة المهمة. جاني فضول بس أعرف إيش أول عنوان لموضوع كان على خشبة المسرح لهم. يعني كانت المواضيع كانت مختلفة. تكلمنا عن تخصصات الطالبات. أنت موضوعك كان إيش تفتكري؟ كان عندنا أيوة طموح الطالبات. طموح الطالبات. إحنا مواضيعنا كانت عن التفرقة العنصرية. أيوة التفرقة العنصرية. والنسوية. إحنا كان عن معايير الجمال. أيوة. معايير الجمال، صح، إنه كيف في ضغط في صح. جميل. طب دكتورة مايسة ما شاء الله تبارك الله، في كل هواية ممكن نلاقي بداية للمتعة الشخصية، بس الاستمرار يمكن يحتاج تعب أكثر، فكيف ممكن نستمر في هواياتنا المفضلة؟ نتعب.
ونصبر ونصبر يعني صح؟ هذه الماده اللي بيقولوا لك عليها يعني فعلا عليهم ضغط كبير، يعني هم عندهم وقت المحاضره وبنتكلم وبنكتب سوا، وبعدين في ساعات كثيرة هم بيتدربوا خارج وقت المحاضرة، فيعني فيها شغل مرة كثير. فكنت أسأل البنات أقول إيش أكثر شيء يعني تعلمتوا من هذه المادة، إيش تاخذوا معاكم؟ فكثير أسمع كلمة الصبر، وزي الحبايب هدول اللي يعني مرة عجبهم الموضوع وحبوا يستمروا، يعني هم بقلبهم وقالبهم يعني وبياخذوا من وقتهم، فيعني يبغى لها شغل احيانا 5-6 ساعات زي المجال الاعلامي مثلا، اي شيء تبغي تبدعي فيه وتستمري فيه لابد من المثابره والصبر. طبعا. طب متى الممثل يقدر يعيش متعه التمثيل، انه هو بالنهايه حاب الشيء اللي قاعد يقدمه للناس، واقف على خشبه المسرح، وتشيز انا اعرف قديش خشبه المسرح هيبه هيبه عظيمه، يعني اذا كانوا قدامك الاف من المتفرجين مشاهدين على الشيء اللي انت بتقدمه او دافعين تكت انهم يدخلوا يشوفوا هذا الشخص ايش بيقدم، فهنا حيكون تحت ضغط عالي، تحت ستريس كبير جدا، فمتى ممكن يحصل على نتيجه ترضيه نفسيا وداخليا؟ انا في رايي انه من ساعه ما هو يختار الموضوع وهو عارف، هم عارفين انهم الحريه، فانا ادخل كل كلاس وكل سمستر كل فصل دراسي انا ما اعرف ايش المواضيع اللي حيطرحوها البنات، فلازم في الحريه وهم يختاروا. فمن اول شيء كانت افتكر كلمه اشواق تقول علمتهم انه ذا سكايز ذا ليميت، يعني انتم احرار سووا اللي تبغوه. فلما هو من البدايه كده لما يوقف على المسرح ما يشعر بالغربه، يشعر انه انا مع نفسي مع موضوعي مع الجروب، هم يشتغلوا مع مجموعه خلال الفصل الدراسي كله، فما هذه الوحشه ما في، لانك انت جعلتيه هو يبدع من البدايه، كله ملكهم انا ما اتدخل. فهذه مهمه اظن لاي انسان فنان مسرحي انه يشعر بهذا التضامن وهذا التوافق بينه وبين موضوعه وبين الجمهور كمان، لانك بيختاروا مواضيع عارفين انها مرتبطه بمجتمعنا، ما بيختاروا مواضيع وبتأثر وبتخلي الجمهور يحس بهذه المواضيع، تلمسهم من الداخل. طبعا. يا الله هذه تركة جميلة منكم. طيب رفقة، عادة كيف ممكن تعيشوا الشخصية أو تتقمصوا الدور حتى لو ما كان يمثلكم هذا الدور على المسرح؟ أفتكر أول مسرحية مثلناها في كورس الدراما مع مس مائسة، أخذت دور شخصية كانت شخصية يعني نوعا ما شريرة، فوقتها كل ما أحسك أنت أبداً ما شريرة، أبداً غير شريرة، كل ما أقول لأحد من البنات إيش دورك شخصية شريرة أنا مرة متحمسة أمثل شخصية، كلهم يقولون لا لا مو أنت، لا لا مو لايق لا مو أنت، فكانت شخصية مرة بعيدة عني، كان صعب علي للأمانة، شوية ندمت بعدين إني اخترت أمثل هذه الشخصية، بس مس مائسة كانت تدخلنا في الجو، كنا نجلس قبل يعني قبل البرفورمانس نيجي بوقت طويل نفطر مع بعض، يكون الجو يعني مرة يعني جو رايق، كانت تسوي لنا تمارين تنفس، يعني هذه الأشياء كلها أيوه استرخاء كلها كانت تساعدنا إن ندخل في الشخصية أكثر، يعني تخلينا كذا ننسى العالم اللي حوالينا ونركز على الشيء اللي إحنا بس قاعدين نسويه. الله عليكم. صحيح أكيد أتفق معاك في هذا الشيء. طيب نورة وأشواق، تتوقعوا أنكم حتكملوا في هذا المجال، يعني حتقدروا تصنعوا فرق في المستقبل فعلا، ولا مجرد هواية في مرحلة دراسية وبعد التخرج كل واحدة حتروح في مجال تخصصها؟ لا طبعا، يعني من البداية أكيد نبغى نغير في المجتمع، ونبغى نسوي ونبغى يكون لنا دور بأن نغير الأشياء والمشاكل الاجتماعية، فبما أنه في محتوى حيفيدني ويفيد جيلي والأجيال القادمة إن شاء الله، فنحن جدا فخورين بأن نكون ولو جزء بسيط نأثر يعني في جيلنا وفي الجمهور، طبعا قبل أي شيء أنه يستمتع الجمهور قبل ما أنه يوصل المحتوى أو الفكرة اللي بنوصلها، فالحمد لله. حلو. طبعا عقب على كلامها انه لا طبعا حنكمل، لانه اول ما تدخلي في حب المسرح سواء كتابه تمثيل اخراج، احنا كمبتدئات بديناها بكل هذه النقاط الثلاثه، لازم تكملوا بالذات دحين المجال حينفتح من دي السنه والسنه اللي جايه، فحس ان هذا وقتنا بالذات ان احنا خلاص اخر سنه. صحيح. في القسم ومع دكتوره مائسه وكل شيء علمتنا اياه على مدى السنين وساعدتنا سواء كان داخل الجامعه او خارج الجامعه، زي اخر مسرحيه مثلناها كانت خارج الجامعه. وان شاء الله حنعيدها يعني بمناسبه اللغه العربيه. ايوه فنحن مكملين ان شاء الله. ما اتوقع ان انا حوقف هنا، لانه زرعت فينا حب المسرح. احنا دخلنا لهم احنا كان عندنا صفر، ما عندنا ادنى فكره عن ايش هو المسرح.
صح. فامتلكنا حبه. حلو. طب دكتورة مايسة خليني أسألك، كيف ممكن تقيمي الموهبة وتشوفي إذا فعلا هذه الموهبة تستحق أنها تقف على المسرح أو تحتاج للتطوير عشان يدخل في هذا المجال؟ خصوصا أنا شايفة يعني صراحة في الوقت أو في الزمن اللي عايشينه وفي المستقبل القريب بإذن الله راح نشوف مسرحيات نسائية في كل مكان إن شاء الله. إيوه. فإيش رأيك في المواهب؟ أنا ما أقيم، أنا أفتح المجال للجميع. قلت لك أدخل كل فصل دراسي عندي تقريبا 80 طالبة يعني متوزعين على شعب مختلفة، فالكل لازم يطلع على الخشبة لأنه أؤمن أنه في شيء جوا لازم، لأنه المسرح مو فقط يعني أني حأدي أداء، لا هو علاج وهو أشياء نفسية ما أعرف إيش في جوا حتطلع، وهم حيكون لهم خبراتهم مع نفسهم. فإحنا دائما أنا ما أكتر في النظريات قد ما أكتر إنه في لازم يكون تواصل connection، ودائما نلعب بجملة action is emotion, emotion is action. فيعني فكل إنسان عنده emotion وكل إنسان يبغى يسوي نوع من الأكشن. فطبعا المواهب أنا أؤمن إن موجودة، وطبعا في مستويات ما شاء الله، في زي مثلا الحبايب مثلا هذول اللي قدامك هم حبوا في شيء داخلهم بيقول لهم استمروا، وفي غيرهم كثير، وفي مين ما بيطلع صوته أبدا في المحاضرات الثانية والأستاذات بيجوا بيتفرجوا عليهم بيبكوا عشان فجأة هم بيتكلموا على المسرح. فعشان كده ما يحتاج الواحد يقيم، ما يحتاج الواحد يقيم، ما يحتاج المواهب موجودة، ولو بدأنا نتوجه لها بتقييم وهذا ما حتى حتختفي. أيوه. صح. فكل يطلع كل يسوي اللي يبغاه، هي كلمة الحرية في المسرح والحرية في الأداء والكتابة والفكر، وهذا هي اللي حتطلع المواهب. نحن حقيقة متحمسين نشوف مسرحيات إن شاء الله، حتكون في جمعية الثقافة والفنون بإذن الله في يناير، وهي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وأيضا بمناسبة المبادرة من سمو الأمير اللي هي كيف نكون قدوة باللغة العربية بلغة القرآن. جميل جدا. فهي جدا فكاهية ودمها خفيف، وهم دمهم مرة خفيف ما شاء الله، فإن شاء الله تشرفونا بإذن الله نكون معكم. نحن صراحة فخورين جدا بتواجدكم معنا اليوم في ساعة شباب، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. بنات شكرا لك دكتورة مائسة. شكرا لك. شكرا لك يا غالي. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، نشوفكم بكرة بإذن الله بفقرات جديدة ومختلفة، وأقول لكم فمان الله.